السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة كات كام وليد منصور، النهاردة إن شاء الله الحلقة الثالثة من سلسلة محاضرات كات كام بالمصري مع وليد منصور. النهاردة هنبدأ نشتغل مع بعض. ده أول حاجة، ده شكل الجالوي، ده اللون بتاعه. السيتنج هنا ممكن ندخل عليها ونختار دارك مود. أوكي، ونقفل البرنامج نفتحه تاني، هتلاقيه اتحول للدارك مود. ده بقى اللون بتاعه، ده الدارك مود. تمام، خلونا نشوف أول حالة معانا ايه النهاردة. احنا مش هنشتغل حالات كتير، يعني ان شاء الله الفيديو ده مش هيبقى مطول زي الفيديو اللي فات. يعني تعالوا مع بعض نشوف أول حالة هنشتغلها. دي حالة lower premolar lower 5. تمام، نفتح الـ XCAD زي ما شفنا المرة اللي فاتت. هنا هيكون اسم الطبيب، احنا أكيد مسجلين يعني. هنا رقم الحالة، ممكن واحد. هنا اسم الفني، نوتس، قلنا لور 5، خليها كومينج. اوكي، تو ستون موديل ان اوكلوزن، هنسيف، هيفتح لنا الفولدر هنا، نبتدي ناخد الملفات. الملفات بقت موجودة في فولدر الحالة أو السوفت وير. هندوس سيف، ديزاين، هنا طالب مني لور جو، نزل لور الأول، هنا الأبر. تمام، ما هنا أول حاجة بنعملها إن احنا بنظبط الـ view بتاع الـ cost. نوصله next. هنا بالنسبة للخلفية احنا بندخل على tools، بندخل على setting للـ software، وبناخد show grid. كده هيظهر لي الخلفية دي. تمام، لو مش عايزينها هنشيل ال سوري علامة الموافقة يعني اللايك. أول حاجة نرسمها المارجن، ممكن ندخل اكسبرت الأول. تمام، ده هنا هيفتح لنا القوائم كلها. اول حاجة اعملها ان انا احاول ان انا اشوف لو في اي حاجة مش مظبوطة بالكاست، اعملها فري فورم سكان داتا. هنا في اير بابلز، نعم حاجة بسيطة. تمام، اوكي، هنا احنا دلوقتي في الاكسبرت مود. لو دوسنا كليك يمين على السكرين على الشاشة هيظهر لنا الاختيارات دي. اول حاجة المارجن، تحديد مارجن. تاني حاجة الفيو بتاع الكاست، ادجست سكان داتا. تمام،
وهنا edit mesh ان احنا لو محتاجين نقص حاجة من الكاست. طبعا الحاجات دي كلها مشروحة المرة اللي فاتت، إن احنا هنعلم على المنطقة اللي احنا محتاجين نعمل لها cut وندوس delete تتمسح. ممكن نقص لا بره. تمام كفاية كده يعني. هنا الفري فور نعمل add or remove للكاست. هنا موديل لو هنعمل للكاست موديل. هنا الميرور، يعني في قوائم كتير بتبقى موجودة يعني، هما دول بس اللي احنا بنستخدمهم يعني. في السيتنج في التول دوت ممكن نستخدمه، هو يعتبر وحدة قياس. احنا لو عاملين مثلا ديزاين او محتاجين ان احنا نشوف سبيس بين حاجتين نقيسها. تمام ده مش نستخدمه. سكرين شوت تالت ايقونة لو محتاج اخد سكرين شوت للكيس. بس اللي انا استخدمه موبايل حاجات بسيطة يعني. نظبط المارجن، ممكن نغير الفيو اللون بتاع الكاست. لو رسمت المارجن بدوس نيكست. هنا اول حاجه هنعملها الانسيرشن، انسيرشن دايركشن. تمام هنا ده الجزء الشفاف ده هيعوق الكراون في الانزال بتاعه، فاحنا نحاول نبعد شويه. تمام كده set current view اوكي. تمام هنخش على البوردر، انا بقفل البوردر. ندخل على السيمنس جاب، ما اعتقد ان 30 كويس. دوس نيكست. ودخلني على مكتبات، اختار مكتبة. ابتدي اعمل كراون. تمام كويس مظبوط. دوس نكست.
هو عمل أدابت المارجن، ممكن أبتدي أوطي المناطق التاتش. خش على أدبت أو ممكن أقلل دي شوية لما تبقى زرقاء مثلا. ممكن بالأدبت بقى كلوزة 1 مللي أو ممكن نخلي 2 مللي مثلا، 2 من 10 كات. أعمل الأتريشن، ممكن نبتدي نعمل سموز نبتدي أشيك على الكراون من كل الاتجاهات. بالنسبة للكونتاكت هنا، في هنا مفيش كونتاكت، هنا بعيد خالص، قربه شوية. ندخل نعمل أدابت أبروكس اللي هو الكونتاكت، تمام. ممكن نخليه زيرو زي ما هو، أو نعمله بالماينس كمان، يعني ممكن نعمله ماينس 4 مثلا. طبعا هبتدي أظبط المناطق بعد الكت، أقلل الثيكنس. بس نكست هنا لو هعمل شرينك هحدد له ال ديبس مثلا، يعمل شرينك 36 مثلا. هو عمل انكماش بالمعيار اللي احنا اخترناه. لو عايزينه في الاناتومي هنلغي الشرينك خالص، نعمله زيرو، تمام. بس نكس هو كده ما عملش الشرينك خالص، تمام. ابتدي انعم شوية بس من هنا. لو محتاج ان انا ارسم الانجلز ممكن اختار بروش دايت مثلا، اد ريموف. حاجات بسيطة يعني، مقبول من ورا. بس نكست هو خلاص، بدل الكراون بقى اخضر كده يبقى هو الشغل خلاص هيتسايب يعني، تمام. لو دوسنا نكست هيقفل السوفت وير. احنا ممكن في حاجة نعملها بدل، يعني دلوقتي الناس بتاخد سكرين شوت مثلا عشان خاطر تبعت السكرين شوت للدكتور يشوف الحالة ويدي ملاحظاته. في حاجة تاني ممكن نعملها، ان احنا ندوس كليك يمين، تمام، وندخل على كلمة سيف، سيف سينس، بنكتب مثلا اسم الحالة، أي حاجة مثلا علي، وهنا السايز بتاعها. أول حاجة ندخل على مكان الكوست، ندوس عليها، ننزل الاسم. ممكن أغير السايز بتاعه أقلله شوية،
هنا السيكنس بتاع البروز. بس ندوس اوكي خلاص، هو هيسيف بقى كله قطع. عايزين نزود البن اللي احنا مسحناه هنا. وغير تقريبا دوس اوكي. بس كده الكاست بقى موجود عندي، الابر واللور. دوس الويزرد نيكست بقى جاهز معايا كل حاجة. هنا بقى ظهر عندي اللي هي الموديل اللي هو الكاست اللي هنعمله برينتر. بس نيكست خلاص، هو كده سايب الحالة بقى. تعالوا نشوف، نفتح حالة تانية. تعالوا مع بعض نشوف الحالة التانية ديت. الحالة دي هيبقى فيها شغل كتير، بس أنا حاولت إن أنا هشرح السوفت وير في الحالة دي إن شاء الله. يعني حالة يونت سنترال وبريدج 3 يونت. أربعة وخمسة بونتك وستة كراين، تمام. نفتح ال اكسكاد نبتدي نسجل برضو. رقم اتنين مثلا كراون سنترال، خليه كوبينج. أربعة ستة خمسة بونتك. واحنا لو دوسنا على الكنترول وضغطنا على اي سن هيجيب اخر اختيارات احنا كنا عاملينها. يعني انا هنا اخترت كوبينج، بعد كده دوست كنترول وكليك شمال هيظهر معايا نفس الاختيار اللي انا اخترته للسن دوت. بونتك هنا دي الوصلات، حاطط اتنين كونكتور، تمام. ندوس سيف. ممكن ناخد هيلسي عشان لو هنعمل ميرور. تمام. سيف. افتح لي الفولدر. بس هبتدي انزل الحالة نشوفها. اخدهم كوبي. كده نزلت الملفين في الفولدر بتاع الحالة. دوس سيف ديزاين. عايز ابر جو هنا ندور تاجونيست. نظبط الفيديو بتاع الكاست. نكست. نبتدي نعمل المارجن.
ممكن نعمله ديتكت نجرب. انا بحط له بوينت على اول شولدر وهو بيبتدي يرسم الشولدر بعديها. وممكن برضو ندخل على كوريكت ونبتدي نظبط اكتر يعني. هو الاسهل ان احنا نبقى نعملها كوريكت من الاساس يعني. يعني تمام، رقم 21 أهم حاجة نبدأ وإحنا بنبص على الرقم، الرقم بيبقى مكتوب فوق السن. وصلوا نكس. خلونا كوريكت على طول. دي السن رقم 24 البريمولر. وصل ميكس. طلب هنا ال 26. تمام. هنا ندخل على الجاب سيمانت جاب. نبدأ أول حاجة نعملها الانسيرشن. هنا الانسيرشن كرونات تمام، هو هياخد انسيرشن بتاع السنتر. تمام، set current view. هنا ده bridge، فأنا هعلم هنا unique insertion direction for bridges. نعلم عليها هيظهر لنا البريدج التاني. وممكن نختار من أسهم يعني، احنا عندنا كده اتنين، السن السنجل السنترال وتحت اللي هو البريدج. لما بنعمل الفيو بتاعه لونه بيبقى أحمر يعني. نعمل set current. اوكي، هنا احنا المفروض هنحط اتنين جاب سيكنس، واحد للكراون وواحد للبريدج. يعني البريدج مثلا ممكن نقول مثلا اوكي 58، البوردر هيتقفل للكل. تمام، هندوس نيكست. هو كده حط السيمنت جاب. انا ممكن دلوقتي ادخل اكسبرت واختار التولز بتاعت السيمنت جاب. احنا اخترنا الكل يكون حاجة و58 تقريبا. ممكن اقف على السن الواحدة السنترال لو هغير الجاب سيكنس بتاعه بقى ازرق. ممكن من تحت نختار بوتوم. بوتومز هيظهر لنا اللي هي الايه السيمنت جاب 58. ممكن نعمل الكراون مثلا على 3 مثلا. خلاص تمام اوكي، كده هو غير الجاب سيكنس للسن دوت. بس ممكن ندوس ويزرد نرجع تاني. انا هعمل اليونت السنترال ميرور يعني، هنا في ميرور في كوبي، انا هعمل ميرور. تمام، واختار السن. هو بيعمل اوتوماتيك، بيقطع السن وبيغير الجاب بتاعه. اوكي حاول نظبط.
تمام، ندوس له نكست. هنا وانزل لي السنترال ميرور والتاني المكتبة العادية اللي احنا مختارينها. عايزين نغير مكتبة، ممكن دوس اكسبيرت ونحدد اللي احنا عايزين نغيرهم. تمام، واختار المكتبة دي مثلا. احنا هنا شغالين من الويزرد، يعني داخلين على الويزرد. شوف التاتش جت بسيطة يعني. بس اوكي، ولو دوسنا ريزلت هعمل بقى، دخلنا مرحلة الأدابت للمارجن، نبتدي نعمل فري فورم للحالة كلها. نوت التاتش كاظبط، لو عالية شوية ممكن نغطيها. كونتاكت كويس، ممكن نبدأ بالبونتك نعمله أدبت. تمام، نبدأ بقى أول حاجة بالسن السنترال، ويبقى تاتش إكبير يعني. هنا يعني يعتبر البريدج كويس يعني، مفهوش شغل. نخفي الكاست، نبص على الحواف بتاعته، تمام كلها. واحنا بس ممكن نزود على البونتك، لازم نعمله شفاف عشان يقبل الإضافة، حاجات بسيطة يعني عشان يبقى ضاغط على اللسان. نبص على السنترال برضه، نحاول ننعم.
ممكن نغير اللون بتاعه نشوف نعمله بيستر. ده ممكن أعرض شوية أو كذب بس تمام. هندوس نكست نكست كمان. احنا مش هنعمل قتل للأوكلوزا لأن هو أصلا أسنان بعيدة يعتبر. هنا الشرينك تمام، يعني ممكن نعمل مثلا هنا شرينك، ندوس هنا وأعمل شرينك للكراونات. احنا اخترنا في الأرشيف غلط، يعني اخترنا إن ده فول أناتوميك. طيب كده هو مش هيدينا اوبشن للشرينك الكراون دوت، بس في طريقة تاني كويس ان احنا جينا كده ندوس اكسبرت ونختار السن، ندوس كليك يمين، لا في تولز تشينج تايب، هندخل عليها وعلى السن دوت لان هو كان متعلم بالازرق، هو دوت البونتك لو ضغطنا عليه هيحوله للريديوست. نوصل اوكي خلاص كده هيعمل لي شرينك كمان للبونتك. انا كده كده مش محتاجين نعمل شرينك ناكس استنى. دخلنا على مرحلة الكونكتور ماشي، احنا في كذا طريقة للكونكتور خلونا نشرحها مع بعض. بأول حاجة الأشكال تمام، ممكن نختار أي شكل وبعد كده ندوس أبلاي. هنا الحجم بتاع الكتلة، كتلة الكونكتور ممكن نزودها ودوس أبلاي، ابتدي أحرك الكونكتور لورا تمام. وفي عندنا طريقتين تاني، في طريقة لو دوسنا هنا هنظبط الهاي والويت تمام، ندوس له ابلاي تقريبا نفس الحاجة. يعني في كذا طريقة، ممكن مثلا الطريقة التالتة في لما ندخل فري بيحول لي الكونكتور بوينتس، ممكن انا اتحكم فيها من هنا ايه تمام. وفي طريقة تالتة برضه رابعة، ندوس next. هنا احنا دلوقتي خلصنا الشغل تمام، لو جيت انا دلوقتي دوست على free form هيدخل لي ان ال bridge هيكون هيتعمل له اكسب، هيبقى قطعة واحدة. ودي الطريقة اللي بنستخدمها لما بنيجي نعمل برينتر اي بريدج، بعد ما نخلص بندخل على الفري فورم بيطلع كله زي كده قطعة واحدة. ممكن نبتدي نزود بقى من هنا، طبعا تحت بنقفل عشان خاطر ايه يبقى ضابط، يعني ممكن نملى كده وبعد كده نعم. ممكن نستخدم تولز هنا برضو بتاعت الريدج، ممكن بالبروش صغير نعم
تمام، احنا حفظنا على الاناتومي بتاعنا يعني. من تحت ممكن برضه نظبط، ناخد البرش الأكبر شوية. لو أنا بعمل سموث ودوست على الشيفت هيقوي المسح. تمام كده، ممكن ندوس نكس. بس كده الديزاين بقى جاهز معانا على الميلينج ان شاء الله. احنا هندخل برضو على الديزاين موديل، ندوس نكس. انا اختار ال فرانس، لو دوسنا كنترول هتظهر عندنا الاسهم دي. دوس كنترول ونبتدي نحرك الكاست. تمام كده، ندوس المعكس. هنا بيسألني هتعمل داي. احنا لو محتاجين نعمل دايات نفصل الكراون اللي معمول له تحضير عن بقية الكاست هنسيبهم زي ما هم. لو انا مش عايز ديتشنج همسح بقى المركب ده. نكس، انا باخد انسيرشن، شيل الديتش كده. هيعمل لي الكاست البرينتينج بالموديل، هيكون قطعة واحدة. هنا برضو الانتاجونيست، بس بقى جاهز عندي كاست على البرنتنج. ممكن نحط الجوم، طبعا هنا لو هنحتاج نعمل الارتكليتور الموجود هنختار سبورت بين. ممكن نغير في الهايت بتاعه. هنا لو هكتب حاجة على القصد هو مش عارف، هو مهنج تقريبا. تمام، هو كده جهزهم لي على الطباعة. دوس اكسبرت، خش على شكل ال اتاتش تكست. هنا بقى لو هحتاج ان انا اكتب اسم على الحالة او رقم، مثلا ده الميرور طلع كويس، ده البريدج مقبول.
هنا مثلا ندوس اوكي، خلاص كده الكوست بقى جاهز على البرينتنج. تمام، زودنا حاجة بسيطة. أنا هعمل إيه بقى؟ هاخد الحالة دي نشرح عليها البري أوب كمان بالمرة. أنا كده لو حطيت الكاست مع الديزاين ودوست كليك يمين وعملت سيف واختار الامتداد بتاعه يكون STL، نسميه بقى بري أوب. تمام، ندوس سيف. يس. تمام كده بقت الحالة جاهزة، نخرج منها خالص. هنا ظهر معايا الملف اللي احنا سيفناه اللي هو البري اوب سكان. بري اوب ده الكاست والديزاين بقوا قطعة واحدة خلاص، لكن مثلا الدكتور واخد امبريشن قبل التحضير هو عايز تعمل له نفس الديزاين بالظبط، فبنعمله بري اوب. او في ناس بتبقى بتعمل الواتساب وبعد كده بتصوره يعني. فاحنا في الحالة دي اصلا هنفتح هنا ديزاين لكنها حالة عادية خالص، والمفروض ان احنا هنا لو دوسنا على الاختيارات بتاع السن نلاقي فيه موجود بري اوب موديل. لو اخترناها من بره اوكي، ما اخترناهاش مش مشكلة يعني. هنيجي يعني ندلت اللي احنا عملناه اصلا يعني الاناتومي، بس مش هندلت ال منهم سيكنس كده ليت. ندلت الاناتومي. ممكن نغير المكتبة أصلا كلها، يعني احنا هنعتبر ان احنا عملنا الانسيرشن والجاب سيكنس وكل حاجة وظبطناها، وبعد كده جاي على المكتبة نختار أي مكتبة يعني تكون قريبة شوية. بس اوكي، كوريكت. نعمل أول حاجة ننزل البري أوب، ندوس على تولز، وبعدين ناخد أد أو ريموف مش. تمام، هنا مكتوب بري أوب الاختيار، وفي اختيارات تانية ممكن نضيف جينجيفا مثلا أو أكساب سكان. هو زي البري أوب بتاعنا. احنا هناخد دلوقتي بري أوب ونعمل لود، هيدخلنا على الفولدر على طول بتاع الحالة اللي انا مسجل فيها البري اوب. يعني المفروض الدكتور هيبعت لك الابر واللور والبري اوب فايل، فاحنا ندخل على البري اوب ننزله. يس ماتشنج، هو عمل ماتشنج اوتوماتيك. ده البري اوب. طب لو ما عملش ماتشنج صح، ممكن يعني في حالة حالة ان هما الاتنين مثلا مش مظبوطين في الماتشنج، هعمل هنا align مش، واختار points موجودة في الاتنين تكون واضحة بحيث ان هو يعمل لها الماتشنج. طب كلير، المفروض يمسح بوينت واحدة مش عارف مرضيش يمسحها ليه. apply سوري بقى يا جماعة، مش
هنحط بوينتس على الفلاي لما الفايل الكاست اللي هيتنقل، وتاني حاجة نحط على الفيكسد رقم 6. هنا بيست فيت يعني بيدمج ملف أكتر على أدق وضعية يعني. أطول أوي، ومفروض كده عمل تطابق 100%. بقفل دي ودوس أوكي، خلاص بقى معايا البري أوب. تمام، لو دوست حرف البي اللي هي بي بين هنلاقي البري أوب بيظهر ويختفي معانا. يعني كده معانا الفايل بتاع الحالة وفايل بري أوب قبل التحضير، نفترض كده يعني. تمام، واحنا عملنا ماتش البري أوب على الكاست كده. تمام، هندخل بعد كده نظبط الأسنان نرصها في مكانها. ممكن البري اوب نظهره ونخليه شفاف، هندوس شيفت وسكرول بنص الماوس نضغط عليها هيخليه شفاف. لا مش بيتحرك. اوكي، لان احنا واقفين في حاجة تانية. لو قفلنا دي خليه شفاف بحيث ان احنا نعمل حجم الاسنان قريب من اللي موجود. هنحاول نغطي البري اوب يعني، لو زيادة عن البري اوب شوية اوكي تمام، عشان يبقى اسهل في الدمج. نسلوك اوكي، خلينا نرجع على الويزرد. نجست عشان نعمل كات للكاستنج. وهنا عمل أضبط. تمام، عادي خلاص يعني. احنا هنرص الأسنان وتكون قريبة من البري أوب شوية. ندوس نيكست نيكست. هنا البري أوب بقى هيقول لي يعمل أضبط، فأنا لو دوست أضبط يعني احنا هنا مش مقفلين قوي يعني، نعتبر إن دي مكتبة تانية. هندوس أضبط هيعمل على البري أوب، يعني ياكل المكتبة اللي انت شغال بيها. هو كده كده هيغيرها اوتوماتيك لان هو هيعمل دمج تطابق على الكاست اللي احنا حطيناه اللي هو بتاع البري اوب، فهيطلع نفس الشكل بالظبط يعني. ممكن لو حسيت ان هو بيهنج معاك في منطقة او حاجة تعمل ستوب عادي يعني. وممكن كمان ان احنا نعمل لو دوسنا ستوب خلاص كده هو عمل دمج بين الفول اناتومي وبين البري اوب. ده الفول اناتومي هو تقريبا عمله كده. تمام، لسه هنظبط فيه يعني. ندوس نيكست نيكست. مدخلناش على الكونكتور لسه اصلا. هو كده الادابت اللي احنا عملناه جاب نفس الشكل بالظبط بتاع الاسنان. هنا مش هنعمل شرينك. هنا بقى نحط الوصلات يعني. هو كده عمل دمج كل حاجة حتى بالوصلات اللي احنا كنا عاملينها، لان احنا كنا مدينه الملف دوت. احنا كنا مدينه الملف البري اوب دوت عشان خاطر يعمل عليه ادبت.
تمام، هو عمل ادابت على اللي احنا نفس الاناتومي. تمام، هنا نطلع الأسنان برضو reduced. نكس، هو خلاص كده عمل أدابته وظبط الماتشنج بتاعه. أتمنى ما كنتش طولت عليكم النهاردة في الحلقة ديت، وآسف لو أنا بتأخر شوية في الحلقات، بس ساعات ببقى مضغوط في الشغل. وإن شاء الله الحلقات الجاية نبدأ بقى نركز على البريدج والفول أرش والإمبلانت والكلام دوت، عشان إن شاء الله نخلص الشرح بتاع الإكسوكاد. شكرا، وما تنسوش يا ريت اللايك وسبسكرايب للقناة عشان المحتوى يوصل لناس أكتر يعني. شكرا.